عليكم. بالنسبة للخمسين، الناس كيقلبوا على الخمسين ديال الكانون أدا أوبجيكتيف فول فريم وكروم فريم، كيخدم مع ليزاباغي بجوج، هو فول فريم. هذا لا فيرسيون اس تي ام، فيرسيون اللي معروفة عند الناس ديال الكانون. فيرسيون اس تي ام كتجينا بلو فيرجر ديالها، كانون او اف كيعني ان اوبجيكتيف فول فريم. الناس اللي ما عارفين الا كانت الاس في الاخر كيعني ان الاوبجيكتيف راه كيكون كرو فريم. هذا او اف اس يعني ان لوبجيكتيف ديالنا فول فريم. بالنسبه لوبجيكتيف كيجينا فيرسيون 50 ملم هذا البعد البؤري ديالو 1.8، يعني ان لوبجيكتيف ديالنا كيدخل الضوء مزيان، كيدخل الضوء مزيان ان ويت، كيدخل الضوء مزيان. واخا كتصور به في الليل كتلقي واحد الكاليتي ديال الضوء داخله مزيانه، كيخلي ان الفيديو ديال كيبانو كاليتي مزيانه، ما يبانوش ظلمين. بالنسبه للوبجيكتيف راه اس تي ام، اس تي ام كيعني ان كنا كنفوكيسي وما كنسمعوش الصوت ديال الفوكيس، عكس لا فيرسيون 2 اللي كان فيها الصوت في الاوتو فوكيس. بالنسبه للوبجيكتيف راه ما غنلقاوش الاوتو الفوكيس كيتسمع فيه، سالس بزاف. هو اوتو فوكيس ما كيجيوش ستابيليز هاد لي 50 ملم، اس تي ام كيجيوش ستابيليز، و سال ان دو ديالو راه ما كيجيش ستابيليز. بالنسبه لي زوبجيكتيف ديال الاو اف ما كيجيوش ستابيليز. الثمن راه جد مناسب، 1200 درهم ليطا ديالو، وليطا 20/10. مرحبا بكم. بالنسبه للديامتر ديال هاد لوبجيكتيف كيجينا بان الديامتر اللي فيه هو 49 ملم. لي بوشون لي فلتر اللي بغيتو تركبو له، عرفوا ان الديامتر ديال لوبجيكتيف ديالكم 49 ملم. هاد لوبجيكتيف الناس اللي غيصوروا لي بورتري غتقول شي كاليتي اللي مايمكنش، كاليتي اللي واعره بواحد الثمن اللي ريزونابل بزاف. غتلقى كاليتي ديال الفوكيس وكاليتي ديال جوده شاربنيز فيه والوان واعرين، الثمن ديال 1200 ثمن اللي جد مناسب. هذا خدمنا ديال لا فيديو، ديال لا فوتو 50 واحد البعد بؤري اللي مناسب بزاف ديال الانواع ديال التصوير، خصوصا لي بورتري كيعطي كاليتي زوينه بثمن مناسب. 1200 بياسه وحده اللي فيه. النمره ديما تلقاوها في الديسكريبسيون، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا ان شاء الله. ما كاين غير الثمن مزيان على اي حاجه غتلقاوها عندنا، ومرحبا بكم ان شاء الله. توصيل في المغرب كامل، فين ما كنتي كنقدروا نصيفطوا لك حتى عندك في اي بلاصه في المغرب. محل ديالنا كاميرا لانس قنيطره لا فيلوت. السلام عليكم.